أهلا وسهلا بكم أيها المتواصلون الرائعون في شرح لمادة الأسبوع الخامس من مادة اكتساب اللغة الطور الثاني. سنعرف اليوم إن شاء الله عن أبرز ما سيتم شرحه في هذا الأسبوع. أذكر أننا كنا قد تناولنا درس رياضة المشي وهو الدرس الأول صفحة 7. تعرفنا إلى أبرز الشخصيات وأبرز الموضوعات التي ذكرها الدرس. تعلمنا كتابة اسمنا وعمرنا مكان سكننا، وقمنا بالإجابة عن الأسئلة المتصلة بهذا الدرس. كما كان علينا كتابة أيام الأسبوع السبعة باللغة العربية، ثم فرقنا بين حرف الدال والذال والظاء أيضا. ثم بعد ذلك تناولنا الدرس الثاني وهو خالتي ندى، وقمنا أيضا بالإجابة عن الأسئلة المتصلة بهذا الدرس، وتحدثنا عن أضداد الكلمات والألف المقصورة والألف القائمة. وقد تحدثنا سابقا عن المفاهيم المتصلة بهذه الوحدة، فقد كان المفهوم الرئيس فيها التواصل، وقد تواصلنا مع بعضنا البعض عن طريق تأدية المهام الموجودة في الكتاب أو عن طريق العمل الجماعي الصفي أثناء الواجبات الصفية. أما المفهوم ذات الصلة فقد كان اختيار الكلمات، فقد قمت بالتعبير عن ثقافتك وشخصيتك من خلال اختيار كلمات مناسبة، والسياق العالمي هو التعبير الشخصي والثقافي. أما عبارة البحث والاستقصاء فكانت يتواصل الإنسان باختيار كلمات وأنماط ذات أنظمة لغوية معبراً عن شخصيته وثقافته، وقد كان هذا التواصل من خلال ذكر معلومات خاصة فيك كبطاقة تعريفية، مثل كما قلنا أين تسكن، اسمك، عمرك، واسم صديقتك، ومن أي مكان أنت. الآن سنطبق هذه المفاهيم في الدرس الثالث وهو في المكتبة، حيث سنقوم بقراءة هذا الدرس وسنتعرف إلى أبرز المفاهيم الجديدة التي جاءت فيه. الفكرة العامة منه وعنوانه المكتبة، سنتعرف على فوائد المكتبة وآداب دخول المكتبة أيضا، ثم سنطبق ذلك في حصة من حصص المكتبة حيث سنزورها إن شاء الله. بعد التعرف إلى المفاهيم الجديدة الواردة في هذا الدرس، ستقوم كما ترى بملء هذه الخانات، فستكتب اسمك واسم الأب والأم والجد والعائلة ومكان وتاريخ الميلاد، من أي بلد أنت، المدينة، الشارع، رقم البيت، والهاتف الأرضي، والنقال، والبريد الإلكتروني. هذه معلومات خاصة بك، ستتعلم كيف ستنقلها لنا باللغة العربية. كما ستعبر عن هذه الصور من خلال الجملة المناسبة لها، فهناك مكتبة عامة، مكتبة خاصة، وهناك مكتبة المدرسة، ومكتبة الأطفال، ومكتبة لبيع الكتب، أي منها تمثل صورتها، كل واحدة وضعت صورتها أسفل منها. ثم كما ترى هناك أسئلة خاصة بفهم المقروء، ستقوم بالإجابة عنها من خلال فهمك لأسئلة الدرس. إذا نظرت إلى صفحة 26 سترى التدريب السادس يتحدث عن أسماء الاستفهام والإجابات المناسبة لهم، وهي أين، هل، ماذا، وما، وكيف. ما هو السؤال المناسب الذي يسأل به عن المكان، عن الزمان، عن الحال، عن نعم أو لا؟ هذا كله سنتعلمه من خلال أمثلة سنضعها أمامك، وستتعرف إلى طريقة الجواب. كانت هذه أبرز الموضوعات التي سنتحدث عنها خلال الأسبوع الخامس. أذكر أنني سأقوم بوضع المصادر المناسبة والمتصلة بكل موضوع في صفحته المخصصة، فأرجو الرجوع إلى المنصة التعليمية ومعرفة ما سيتم أخذه أولا بأول، والاطلاع على المربع الأخير في كل صفحة، وهو ما سنفعله في الحصة القادمة.
أشكر استماعكم، طبتم وطاب نهاركم بكل أمل وخير.